نبدا حلقتنا. هنبدا من عند معسكر النادي الاهلي في النمسا، اكيد دكتور تامر ابو العنين طبيب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، قال ان الثلاثي اكرم توفيق وكريم فؤاد وامام عاشور لاعب الفريق خضعوا للفحص الطبي الكامل لدى الخبير النمساوي كريستيان فانك، والذي طمنا منه على حالتهم يعني اللعيبه وعلى جاهزيتهم للمشاركه في التدريبات الجماعيه بشكل كامل خلال الايام المقبله. واضاف طبيب الاهلي انه قام بالتواصل مع الخبير كريستيان فانك وتم عقد جلسه مطوله بينهم على تقنيه الفيديو يعني كونفرنس، وتم الاطلاع على الحاله الطبيه لكل لاعب وتاكد ان الثلاثي تعافى تماما من الناحيه الطبيه من الاصابات المختلفه اللي كانوا بيعانوا منها. واشار ابو العنين الى ان الثلاثي الاهلي يمكنهم المشاركه في التدريبات الجماعيه بشكل كامل ويقود الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي معسكر الاعداد حاليا في النمسا حتى يوم 6 سبتمبر المقبل استعدادا لانطلاقه الموسم الجديد. الحمد لله على سلامتهم كلهم طبعا يعني، ونتمنى لهم كلهم التوفيق في الموسم الجاي. ثلاث عناصر مهمه جدا، نتمنى لهم كل التوفيق، ونتمنى التوفيق كمان لعمرو السوليه ان شاء الله برضو يعود بالسلامه.